كلام كتير الأيام اللي فاتت عن اكتشاف 3 أجسام جديدة قريبة من الأرض، وشارك في الاكتشاف ده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. تعتبر الاكتشافات دي في الحقيقة إضافة مهمة جدا لجهود المعهد في مجال علم الفلك، بتساهم كمان في إثراء المعرفة العلمية عن الأجسام القريبة من الأرض. يعني هل الاكتشاف ده اكتشاف مصري هيسجل باسم مصر؟ وإيه هي طبيعة الأجسام دي؟ يعني إحنا نعرف إن اللي بيدور حول كوكب الأرض هو القمر، هو ده الحاجة التابع ليها بالظبط. خلينا نتعرف على التفاصيل دي. معانا على الهاتف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اللي بيضم علينا على التليفون. أهلا بركة دكتور. صباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد إن شاء الله. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. لسه كنا يعني من شوية في مداخلة مع أول معيدة في مركز بحوث الفضاء او في كليه بحوث الفضاء في جامعه سويف، واضح ان عندنا يعني دفعات هتنضم ليكم وهتساهم في اكتشافات مصريه. الاكتشاف ده مصري فعلا ويسجل باسم مصر؟ بالفعل احنا الاكتشاف ده مصري بالمشاركه مع فريق من الصين. انت عارف الارصاد الفلكيه وابحاث الفضاء ما ينفعش فيها فريق يشتغل لوحده. كويس. احنا بنقول السماوات المفتوحه او الفضاء المفتوح، ولازم تضافر الجهود بحيث اللي بيتم رصده من زاوية من الأرض بيتم استكمال الرصد من زوايا أخرى بحيث تكتمل الصورة يعني. طب إيه هي الأجسام بقى الثلاثة اللي تم اكتشافها؟ احنا أولا طبعا عارفين وفي أسئلة كتير، ويمكن كان امبارح في كلام إن في جسم قريب من الأرض واحتمالية اصطدامه بالأرض. هنا بتيجي أهمية المراصد الفلكية في متابعة ورصد الأجسام القريبة من الأرض. طبعا في أجسام كتيرة تم اكتشافها، وكل سنة الاتحاد الفلكي الدولي بيطلق مسابقه لتسميه الكويكبات او الاجسام دي، ومعظمها بياخد ارقام كوديه كده طبقا للمراصد اللي اشتغلت في رصده. الشاهد ان احنا بندور على الاجسام دي لاكثر من سبب. اول سبب ان احنا نشوف احتماليه اصطدامها بالارض لا قدر الله، وده طبعا في الافق القريب مفيش حاجه وارده، عشان بس نطمن الناس. احنا دايما بنقعد نسمع فعلا انه في نيزك معين احتمال يخبط الارض، الكلام دي كلها ده كله بنسمعه كتير. صحيح، عشان كده الجهود بتتضافر لتوضيح الصوره دي. الجزء الثاني طبعا احنا عارفين كلام كتير بيتقال الكون بيتمدد، الكون بينكمش، قربنا من القيامه الى اخره. طبعا الاكتشافات الحديثه والجهود على راسها التلسكوب الفضائي الكبير جيمس ويب، اللي وصلنا المعلومة أن الكون عمقه حاليا 13.8 مليار سنة ضوئية، بعد ما كانت المعلومة 4.5 مليار سنة، إذا حوالي 3 أضعاف. والسؤال اللي مازال بيتكرر وموجود على السوشيال، هل في كائنات فضائية مثلا والكلام ده؟ تمام. طب هل الحياة خارج الأرض تصلح لحياة آدمية من عدمه؟ طبعا الاكتشافات دي ولا سيما لو حصلنا على عينات من الاجسام دي او التحليل الموج الطيفي الخاص بها، بنعرف اصلها جاي منين، الموضوع فيه ايه. طبعا بالاضافه للجهود انشاء وكالات الفضاء وبرامج الفضاء، احنا عارفين السنتين اللي فاتوا في برامج سواء على القمر او على كوكب المريخ اقرب الكواكب من الارض، والاحتمالات اللي بدات تتزايد باحتمال وجود مياه عليه وكينونه بصلاحيته للحياه الادميه من عدمه. كل دي جهود اكتشافات اللي احنا بنقوم بيها، سواء الاجسام اللي تم اكتشافها يوم 10 يناير او الجسم اللي كان قريب من الارض اقرب ما يكون للارض امبارح ده تم اكتشافه يوم 17 يناير، كل دي بتصب في الجهود. طيب يعني خلينا بالظبط كده نتكلم على الثلاث احجار. انا معلوماتي على ما عملت سيرش في حوالي 30,000 كويكب صغير او احجار هائمه في السماء، ما بين الشهب والنيازك، ما بين احجار منفصله عن القمر. يعني كلمنا طبيعه الثلاث احجار دول ايه وبيمثلوا ايه، قريبين من ايه؟ الثلاث احجار او الثلاث اجسام اللي تم اكتشافهم يوم 10 يناير تحديدا جاري التحليل الموج الطيفي بتاعهم عشان نعرف اصولهم جاي منين، لان هم لسه اول مره يدخلوا القواميس يوم 10 يناير تحديدا. لكن اكتشاف اجسام بهذه الدقه من تلسكوبات في اماكن مختلفه الارض ده بيقول ان الناس الفلكيين ماشيين في التراك الصح، لان طبعا في اسئله وتشكيك احيانا في بعض الارصاد، لكن المعلومات بتاكد. هنا زي ما حضرتك بتقول احنا نستفيد من ايه؟ خليني برضو اوضح لحضرتك والمشاهدين في فرق بين الكويكبات والاجسام اللي هي الكبيره نسبيا والمذنبات والشهب. كان يعني من 3 أيام تقريبا في جسم ناري بنقول عليه نيزك سقط في سماء اليابان،
كل دي طبعا مطلوب التتبع ليها من خلال المراصد الأرضية. طبعا الحاجات دي لما بتخترق غلاف الجو للأرض كلها أو معظمها بيتفتت لأجسام صغيرة، ما بيكونش ليها تأثير كبير، وما بيكونش يعني لا بتسبب حرائق زي ما بيشاع أيضا من معلومات مغلوطة، لكن ليها قيمة علمية مهمة جدا وقيمة مادية، ويمكن القانون الدولي جرم تجارة الميازج وأحجارها. لكن خلينا بقى على الجانب المصري والمقدمة اللي حضراتكم بدأتوها مع تعيين أول معيدة في كلية الفضاء. احنا طبعا مصر من سنة 2018 أنشأنا وكالة الفضاء المصرية، مهتمة جدا الدولة المصرية، مهتمة جدا صحيح بالضبط. وطبعا الجهود المعهد بيقوم بيها، واحنا حاليا بننشئ مرصد فلكي كبير، مرصد الأبطمية اللي عندنا 74 بوصة من الخمسينيات، وكان ليه مساهمات بالمناسبة. أول إنسان هبط على سطح القمر سنة 69 كان المرصد عندنا واحد من أربع مراصد بيشاركوا في تحديد مكان الهبوط. احنا حاليا بنعمل مرصد كبير 6.5 متر في أحد جبال جنوب سيناء. طبعا الشباب والاجيال الجديده دي اللي هتقود يعني مسيره البحث العلمي في مجالات الفضاء والفلك، يكون لمصر يعني باع في هذا الاتجاه، يساعدنا دايما ان احنا نكون في طليعه الدول المشاركه في اكتشاف الفضاء. طيب يبقى احنا الثلاث اجسام اللي احنا اكتشفناهم دول ايه؟ وهل هم بيحلقوا بامان حوالين الكره الارضيه ولا في منهم خطوره؟ لا، هم بعيد جدا عن الكره الارضيه، او مش بعيد جدا، بعيد مسافه امنه طبعا، ومفيش احتماليه اصطدامهم بالارض لان المدار بتاعهم لا يتعارض مع مدار الارض. وبالمناسبه كل الاجسام اللي تم اكتشافها لا تتعارض مداراتها مع الارض، اذا احتماليه الارتطام او الاصطدام بالارض غير وارده، عشان بس نطمن الناس. يعني وربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب كل في فلك يسبحون، كل جرم سماوي في الفلك بتاعه احتماليه تصادم دي غير وارده بالمره. بأكد تاني انه طبعا التحليل الموج الطايف اللي جاي من الاجسام دي مازال الباحثين عندنا وفي الفريق الصيني ومعانا فريق من روسيا بيقوموا بالتحليل الدقيق عشان نعرف كينونتهم جايين من انهي مكان وعلاقتهم بينا ايه. طيب انا برضو لما سرشت عرفت ان في 30,000 كويكب بيدور حول الارض ما بين شهب ونيازك واجسام خرجت من القمر. عايزين نفسر القصة دي ونحلل التتابع ده أو التصنيف ده يا دكتور. احنا عارفين طبعا نتيجة الدوران الكبير للأجسام دي وإن في أجسام منها ما زالت يا إما قيد التكوين يا إما اتكونت وفيه، أنت عارف حضرتك أحد نظريات تكوين الكون النظرية السديمية إن كان في انفجار والكون بيتفتت أو الأجسام اللي موجودة بتتفتت وبينبثق منها أجسام أخرى. ده طبعا جزء من نظريات نشأة الكون، وبالتالي بنأكد اكتشافات مثل تلك النجوم أو الكويكبات والأجسام ومتابعتها بيحاول يلاقي إجابة على تلك التساؤلات. لكن بالمناسبة يعني ناسا يعني بترصد تمويل كبير جدا وكل وكالات الفضاء الأخرى للمحاولة على الإجابات البسيطة لتلك الأسئلة. طب الأجسام دي ليها علاقة ببي جي 2024 اللي تم اكتشافه، كويكب بي جي 2024؟ ده واحد منهم، ده الكويكب ده اللي هو كان اكتشف يوم 17 وكان امبارح تحديدا اقرب ما يكون للارض. هو طبعا بدا يبعد في مداره عن الارض فما فيش اي مشاكل خالص، عشان بس نطمن الناس. طب هما بيقربوا ليه يا دكتور وبيبعدوا ليه؟ احنا عارفين نتيجه اللي بيسمى مجازا نظريه الطرد المركزي ان كل الاجرام دي بتدور حوالين النجم المركزي. يعني عندنا النجم بتاعنا نجم الشمس، والمجموعة الشمسية في الكواكب أو الأجرام اللي موجودة في المجموعة الشمسية بتدور حوالين هذا النجم اللي هو الشمس، وبالتالي عندنا الليل والنهار والفصول الأربعة، فكل الأجرام دي بتدور في هذه المدارات، لكن احتمالية تقاطعها مع بعضها غير واردة بالمرة إلا إذا كان بقى يعني في حاجة إلهية، ودي يعني لا يعلم تاريخها إلا الله. لكن ده خلاص المدار بتاعه انتهى وبعد ومشي عننا. وارد ان اجسام تانية تقرب، وده الجهود اللي احنا شغالين فيها مع كل المراصد الدولية للاكتشافات الجديدة اللي بيتم ويعلن عنها في تاريخه. طب ايه هي الصخرة الفضائية الطائرة دي يا دكتور؟ ايه اقرب نقطة يعني ممكن توصل لها الصخرة دي؟ وهل هي بتدور يعني في حاجات بتدور حول القمر وحاجات بتدور حول الارض، ولا الكلام ده كله حول الارض؟
لا، لا حول الارض ولا حول القمر، هم يعني في مدار في المجموعه الشمسيه. تمام؟ بس قريبين مننا. لكن هي امبارح تحديدا، امبارح صباح يوم 28 كانت اقرب ما يكون من الارض. احنا عارفين متوسط المسافه بين الارض والقمر حوالي 360 الف كيلو، هي دي كانت على 345 الف كيلو من الارض في المسافه الفاصله بين الارض والقمر، وخرجت بعد عن هذه المسافه بدءا من مساء الامس، فهي مسافه امنه تماما عن الارض ومفيش احتماليه للتصادم تماما يعني. اذا مفيش اي خوف، وكل اللي بيتقال ساعاتك كتير على السوشيال ميديا ده حاجات بس لاثاره القلق وملوش اي اساس من الصحه. تمام كده فهم. بنشكرك دكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، كل الشكر ليك يا فندم.